السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. أندورا سادس أصغر دولة في أوروبا، تقع بين فرنسا وأسبانيا، تحديدا على حدود جبال لبرانس. دور على سفر أو هجرة أو لجوء أو استثمار فأنت في المكان الصحيح. انزل اشترك في القناة وتابع الفيديو للنهاية. أندورا سادس أصغر دولة في أوروبا وتعتبر بلد الضرائب، يعني مفيش ضرائب داخل دولة أندورا. أصدقائي المستثمرين واصحاب المشاريع والناس اللي عايشين في الدوله والمقيمين، بلد بدون ضرائب. في اندورا مفيش ضرائب نهائيا، وارخص بلد في الاتحاد الاوروبي. ولكن اندورا ليست عضو في دول الاتحاد الاوروبي. عشان تدخل اندورا ممكن تحتاج فيزا اندورا او فيزا الشنغن. لو معاك فيزا الشنغن تدخل اندورا، وبرضه لو معاك فيزا فرنسا او فيزا اسبانيا تدخل اندورا. أندورا ليست عضو في دول الشنغن، ولكن لو معاك تأشيرة الشنغن تدخلها. أندورا دولة في منتهى الروعة، دولة سياحية، دولة جميلة. بيدخل سنويا أندورا أكتر من 9 مليون سايح، وإحنا عارفين في زمن كورونا السياحة قلت حول العالم، ولكن أندورا تعتبر وجهة سياحية لجميع دول الاتحاد الأوروبي وأيضا دول أمريكا الجنوبية، لأن أندورا بلد رخيص، كل حاجة رخيصة، بنزين رخيص، المنتجات الغذائية، سوبر ماركت، الزيت، السكر. الناس من فرنسا وأسبانيا أصدقائي بيخشوا أندورا يتسوقوا منها ويشتروا الأغراض بتاعتهم ويفاولوا السيارات بنزين. الرواتب في أندورا مرتفعة جدا أصدقائي. أقل راتب حاليا في سنة 2022 4000 يورو في الشهر، بمعدل 50000 يورو في السنة. والناس بتروح تشتغل من أسبانيا في أندورا. احنا عارفين ان اندورا على حدود اسبانيا، وبرضو الناس بتروح تشتغل من فرنسي في اندورا، علشان اندورا مع حدود مع فرنسي. وفي قديم الزمان زي ما قلنا قبل كده ان اندورا كانت بتحمي حدود فرنسا عن طريق جبال لبرانس. فاندورا دولة جميلة والرواتب فيها مرتفعة جدا. تقدر تروح تشتغل هناك او تقدر تروح تستثمر في اندورا، والمستثمر واللي بيشتغل هناك بيحصل على الاقامة والجنسية في دولة اندورا. طيب انا يا عم علاء عاوز اروح اندورا اعمل ايه؟ قدامك حلين، تتعرف على واحدة وتتجوز من هناك. البنات بتاعتهم صواريخ، مع الكلمة بنات أندورا صواريخ. تعرف عن طريق الانترنت أو تروح سياحة وتتعرف على واحدة هناك وتتجوزها. والجنسية في أندورا أصدقائي بعد 5 سنوات وليس بعد 3 سنوات، ما تسمعوش كلام حد. أنا شفت قنوات كبيرة ماشي، ومن لسان ناس من أهل البلد قالك الجنسية بعد 3 سنوات، ولكن هذا كلام مغلوط. الجنسية في أندورا المتزوج بعد 5 سنوات، وتقدر تدخل أندورا عن طريق عقد العمل أو تقدر تدرس هناك وتاخد إقامة الدراسي. ولكن المصداقية أندورا، الجنسية في أندورا بعد 5 سنوات. أندورا بلد جميل وتعتبر زي ما قلت لك مفيش ضرائب، يعني تقدر تروح تستثمر هناك وتفتح مشروع ومفيش ضرائب، الضرائب صفر صفر. وأيضا تنتشر السياحة بكثرة، وتوجد منازل على جبال لبرانس زي نظام فيلل كده، تقعد وتستمتع بالجبال في دولة أندورا. فخلاصة الموضوع، عشان تدخل أندورا قدامك 3 أبواب: تتجوز واحدة من هناك، تخش عن طريق عقد عمل، تقدم في جامعة وتدرس في أندورا، وفي كلتا الحالات تحصل على الإقامة في دولة أندورا وتعيش في أفضل دولة في أوروبا وهي دولة أندورا. اللهم بلغت اللهم فشت. اشترك في القناة وفعل الجرس وتعمل في اللايك، وانتظرونا في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.